الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتولاكم من عنده، وأن يزيدكم من فضله، وأن يدخلكم جنانه، وأن يعيذكم من نيرانه، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الجنائز من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أم العلاء رضي الله عنها: امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: اقتسم المهاجرون قرعة حين اقترعت الأنصار سكن المهاجرين، فطار لنا سهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه فأنزلناه في أبياتنا، فاشتكى ووجع عندنا وجعه الذي توفي فيه، فمرضناه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما عثمان فلقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي ولا بكم. قلت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قالت: وأحزنني ذلك، فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فذكرت له ذلك، فقال: ذلك عمله يجري له. في هذا الحديث فضل أم العلاء ومكانتها ومن الصحابيات الأنصاريات، وفي الحديث بيعة النساء لصاحب الولاية والإمامة، وجاء في الحديث بيان أنهن كن يبايعن بالكلام بدون مصافحة، استدل بذلك على منع مصافحة الرجل للنساء الأجنبيات. وفي الحديث ما من الله به أهل الإسلام من تعاضد بعضهم لبعضهم الآخر، ولذا كان الأنصار يؤون المهاجرين ويقسمون من هاجر إليهم ليقوموا بإدخالهم في بيوتهم ويسكنونهم في منازلهم. وفي الحديث دلالة على جواز استعمال القرعة في التمييز بين المتماثلات وفي حل المشكلات. الجمهور على جواز الاعتماد على القرعة في ذلك، كما هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ومنع من ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وفي الباب أحاديث كثر استند فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرعة، فكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، وقد قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين. وهكذا ذكر الله قصة مريم وأنهم استهموا في كفالتها. وفي الحديث فضل عثمان بن مضعون رضي الله عنه ومكانته، وفيه ذكر شيء من السيرة في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم الهجرة. وفي الحديث
جواز إسكان الضيف ومن يراد أن ينصر ويؤوى، وفي الحديث أيضا ذكر تطبيب الإنسان عند وجعه، وفيه أيضا أن تمريض المريض من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. قد اختلف أهل العلم في حكم التداوي والتطبيب، فذهب الجمهور إلى إباحته، وقالوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، والحنابلة يرون أن التداوي خلاف الأفضل، والصواب استحباب ومشروعية التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وداوى غيره وأمر بالتداوي، فقال: عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء. ولا يتنافى التداوي مع التوكل، فإن التوكل اعتماد القلب على الله مع فعل السبب، والتداوي سبب. وكما أن الإنسان يعتمد على الله في جلب الولد ويفعل السبب من الزواج، وهكذا يفعل السبب في الدعاء وفي سائر أعماله، ولا يتنافى هذا مع التوكل، فهكذا في باب التداوي. وفي الباب مشروعية تغسيل الميت وتكفينه، كما غسلوا عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. وفي الحديث أيضا أن الإنسان يجوز أن يكفن في ثيابه التي كان يلبسها في حياته. وفي الحديث أيضا الدخول على الميت بعد موته بعد أن يدرج في أكفانه، كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون. وفي الحديث الدعاء للميت بالرحمة، كما دعت أم العلاء فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدري ما البواطن إلا الله، ولا يدري ما ختم للعبد به إلا الله جل وعلا. وهناك طائفة من أهل العلم أجازوا الحكم على الشخص بالجنة، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت لما مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. والجمهور كما تقدم على أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار مهما كان فعله، ويوكل الأمر إلى الله عز وجل، سواء كان من أهل الإسلام أو من أهل النفاق أو من أهل الكفر ومعاداة أهل الإسلام، فلا يحكم لأحد بجنة ولا بنار، ولكن يرجى لأهل الخير السعادة، ويخاف على ضدهم من ضدها. وفي الحديث إنكار ما قد يقال من الألفاظ المخالفة للشرع، ولذا لما قالت أم العلاء: شهادتي عليك لقد أكرمك الله، رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أن الله قد أكرمه. وفي الحديث أنه لا ينسب إلى الله أمر لا من قضاء ولا من أمر شرعي ولا كوني إلا بدليل يثبت ذلك. وفي الحديث في قوله: فمن يكرمه الله، تقول: إذا لم يكن عثمان من أهل كرامة الله فمن تكون له
كرامة الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عثمان، يعني ابن مضعون رضي الله عنه، فلقد جاءه اليقين، يعني الموت. في الحديث تسمية الموت باسم اليقين، وهو المراد بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الحديث إثبات رجاء أهل الإيمان الخير بعضهم لبعضهم الآخر، وقوله هنا: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، فيه بيان أن الغيب لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الغيب قد انفرد الله به، فلا يجوز أن ننسب إلى أحد من الخلق كائنا من كان أنه يعلم الغيب. ولذا قال تعالى على لسان نبيه: قل لو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن ثم انفرد الله جل وعلا بعلم الغيب. وفي قولها: لا أزكي أحدا بعده أبدا، هذا من اجتهادها وتورعها في بقية أيامها، وإنما منعت من الحكم بالجنة وكرامة الله عز وجل. وفي الحديث الاستئناس بالرؤية المنامية المبشرة، وفيه أيضا اعتبار رؤية النساء، فكما يستبشر برؤية الرجل يستبشر برؤية المرأة. وفي الحديث أن رؤية الماء الصافي في المنام تبشر بخير، وأنه يرجى أن تكون علامة على قدوم الخير. وفي الحديث استحباب أن يجعل الإنسان بعده عملا يجري عليه أجره، فكأنه هنا أشير إلى عمل له قد استمر أثره، ولذلك جرى له ثوابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي يوم أحد جيء به قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فناهاني قومي، فجعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فجعلت عمتي فاطمة رضي الله عنها تبكي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت صائحة فقال: من هذه؟ قالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري من الصحابة، وأبوه عبد الله صحابي أيضا. فلما جاءت غزوة أحد قال عبد الله لابنه جابر: إني أخشى أن أقتل في غزوتي هذه. ثم أمره أن يجلس عند أخواته، وكنا سبعة وليس لعبد الله من الأبناء إلا جابر. فذهب عبد الله إلى غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل في ذلك اليوم، حيث قتل من المسلمين 70 صحابيا رضي الله عنهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع 1000 من أهل المدينة لملاقاة قريش ومن ساندها، حيث جاءوا من مكة 3000 رجل ومعهم 100 فرس ومعهم شيء عظيم. ولما قدموا
جاءوا إلى مكان بجوار جبل أحد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فجاءوا بين الجبل وبين قريش، وانهزم عبد الله بن أبي بقرابة 300 رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أول الأمر انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال للرماة ابقوا على الجبل لا يغتنموا منا خلة. ولما رأى الرماة فوق الجبل أن الهزيمة وقعت على المشركين نزلوا فتركوا الجبل، فاستدار المشركون حول ذلك الجبل فأتوا على المسلمين من تلك الجهة وجعلوهم في حصار بين طائفتين من المشركين، فقتل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا قرابة 70. ومن الأمور التي تلاحظ في هذا أن المشركين جاءوا من أجل طمس معالم دين الإسلام ولقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل لهم هذا الهدف الذي قصدوه، وإن كانوا قد قتلوا هذا العدد من أهل الإسلام. وقد قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وكان ممن قتل في ذلك اليوم عبد الله والد جابر. وكان من شأن المشركين أنهم إذا وجدوا أحدا من شهداء المسلمين قاموا بالتمثيل به فيجرحون أعضاءه ويقطعونها، وحينئذ كان ممن مثل به عبد الله بن حرام رضي الله عنه، فأتي به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوب، أي غطي بثوب. قال جابر فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، خشوا أن يتأثر إذا رأى والده قد مثل به. قال فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وينهونني، يعني ينهاه قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. استدل بهذا على جواز البكاء على الميت، وإن كان الصبر أولى بالإنسان رضا بقضاء الله جل وعلا. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، يعني حملوه إلى أن دفن مع رجل آخر في قبر واحد. قال فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت صائحة. فالإشكال في رفعها للصوت، في بعض الألفاظ صوت نائحة، ولذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك. فقال من هذا؟ قالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو. فلما علم بمصيبتها أراد أن يخفف عنها بذكر ما يكون لعبد الله من أمور وخير ونعمة ينعم الله بها عليه، فقال ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وجمهور أهل العلم على أن هذا الفضل يكون للشهداء وليس لعبد الله خاصة، واستدل بالحديث على الدخول على الميت بعد موته، استدل به على جواز كشف وجه الميت وأن ذلك من الأمور المباحة.
أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى إلى أصحابه النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم، وخرج إلى المصلى ثم تقدم فصف بهم وصفوا خلفه فصلى عليه وكبر 4 تكبيرات. قوله في هذا الحديث نعى إلى أصحابه النجاشي، النعي يراد به الإخبار بموت الميت. كان بعض الفقهاء ينهى عن النعي لورود حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي وكما ورد في المسند، لكن ذلك الحديث ضعيف الإسناد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الصواب جواز النعي بمعنى إخبار الآخرين بموت الميت من أجل أن يدعوا له وأن يصلوا عليه وأن يحضروا دفنه ليكون لهم أجر في ذلك. وفي الحديث أنه لا بأس من أن يخبر الآخرون بموت الميت، وفي الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أخبر بوفاة النجاشي في اليوم الذي مات فيه على بعد المسافة بين موطنهم في المدينة والحبشة. وفي الحديث فضل هذا النجاشي، واسم النجاشي اسم لملوك الحبشة كما يقال لملوك فارس كسرى ولملوك الروم هرقل، يقال لملك الحبشة النجاشي، واسمه أصمح، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ولذا قال: استغفروا لأخيكم. وفي الحديث فضل الاستغفار من المؤمن لإخوانه المؤمنين الذين يغيبون عنه، وخصوصا من مات منهم. وفي الحديث مشروعية صلاة الميت في المصلى، قد كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز خارج المسجد في المصلى، ولذلك ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن صلاة الجنازة لا تفعل في المساجد، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابن بيضاء في المسجد، ولذا فالصواب جواز فعل صلاة الجنازة في المسجد كما هو مذهب الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. وفي الحديث من الفوائد أن الإمام يتقدم في الصلاة، في صلاة الجنازة وفي غيرها من الصلوات. وفي الحديث أيضا الصلاة على الغائب كما قال بذلك بعض أهل العلم كفقهاء الشافعية والحنابلة، ومنع كثير من الحنفية والمالكية من الصلاة على الغائب، وحديث الباب حجة عليهم في ذلك. وقد قال طائفة بأنه إنما يصلي على الغائب الإمام الأعظم، وقال آخرون إنما يصلى على من له مكانة ومنزلة وأثر في الإسلام كالنجاشي، وقال آخرون بأنه لا يصلى صلاة الغائب إلا على من لم يصلى عليه حاضرا. وعلى كل فحديث الباب فيه بيان أصل مشروعية الصلاة على الميت الغائب. وفي الحديث من الفوائد أن المأمومين يتم صفهم في صلاة الجنازة كما يصفون في صلاة الفريضة،
في هذا دلالة على مشروعية جعل صلاة الجنازة صفوفا، وفي الحديث أن صلاة الجنازة مشتملة على أربع تكبيرات، ولذا قال وكبر أربع تكبيرات، وفي هذا دلالة على أنه لا يقل عن أربع تكبيرات. وقد رأى جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقتصر على ثلاث تكبيرات. المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أن من اقتصر على ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة بطلت صلاته. وقد ورد في بعض الأحاديث الزيادة إلى خمس وست وسبع، وقد قال بالزيادة إلى سبع فقهاء الحنابلة، وجمهور أهل العلم على أنه لا يزيد على أربع تكبيرات. قالوا وإذا زاد خامسة فإنهم لا يتابعه المأمومون على ذلك، ويرون أنه لا يحق لهم الزيادة على أربع تكبيرات، بل قال طائفة بأنه إذا زاد بطلت صلاته بهذه الزيادة. ولكن ما دام أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة دل ذلك على جوازها، وإن كان الأولى الاقتصار على أربع فهو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التكبيرات الأربع أولها تكبيرة الإحرام، ويشرع فيها رفع اليدين حذو المنكبين باتفاق أهل العلم. ثم هناك ثلاث تكبيرات، وفقهاء المالكية والحنفية على أنه لا يستحب رفع الأيدي في التكبيرات الثلاث، وقال فقهاء الشافعية والحنابلة باستحباب رفع اليدين فيها، وهو أظهر لما ورد في حديث ابن عباس قال رفع يديه فكبر أربعة، ولورود ذلك عن جماعة من الصحابة كزيد وغيره، ولأنه ورد في حديث ابن عمر قال فكان يكبر ويرفع يديه إلا أنه لا يفعل ذلك في السجود، فدل هذا على أن التكبيرة التي ليس قبلها ولا بعدها سجود فإنه يشرع فيها رفع اليدين. وبعد التكبيرة الأولى قال فقهاء الحنفية بأنه يثني على الله، وقال فقهاء المالكية يدعو، وقال فقهاء الحنابلة والشافعية يقرأ الفاتحة بعد أن يستعيذ ويبسمل، وعند جماهيرهم أنه لا يقول دعاء الاستفتاح. وبعد التكبيرة الثانية قال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وقال المالكية يدعو، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو ويخص الميت بأكثر دعائه، وإن دعا لنفسه جاز، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم وإن دعا للميت أو لنفسه أو قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده جاز ذلك. ثم يسلم، والحنابلة على أنه يسلم تسليمة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فنعى زيدا وجعفرا وابن رواحة رضي الله عنهم للناس قبل أن يأتي خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب،
وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها سيف من سيوف الله خالد بن الوليد من غير مرة، ففتح الله عليهم وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. في الحديث جواز الإخبار عن موت الميتين ممن لهم مكانة ومنزلة في خطب الجمعة، وأنه لا حرج في ذلك. وفي الحديث جواز الإخبار عن موت الأموات وإعلام الآخرين بموتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن موت قادته في غزوة مؤتة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا إلى الروم، فلما وصلوا إلى مؤتة من أرض الشام قاتلوا عدوهم، وكان قد أمر عليهم زيد بن ثابت وقال: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، قال: فإن قتل فعبد الله ابن رواحة، فقتلوا رضي الله عنهم. وفي الحديث علامة من علامات النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموتهم قبل أن يأتيه من يخبره بذلك. وفي الحديث فضل هؤلاء الصحابة، وفيه إطلاق اسم الإصابة على الموت، وفيه جواز بكاء الإنسان على موت من مات ممن لهم صلة وقرابة بالإنسان، ولذا قال: وإن عينيه لتذرفان. وفي الحديث فضل خالد بن الوليد رضي الله عنه، حيث وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيف من سيوف الله. وفي الحديث تأمر الإنسان في الحرب من غير أن يوكل إليه من قبل الإمام الأعظم إذا خاف العدو على جيش أهل الإسلام، كما تأمر خالد بن الوليد. وفي الحديث فضل الشهادة في سبيل الله وتمني هذه الشهادة، ولذا قال: ما يسرنا أنهم عندنا، يعني أنهم قد وصلوا إلى جزاء حسن، ولذا فنحن لا نتمنى أن يكونوا قد بقوا، وفرحنا بكونهم قد ماتوا شهداء. ولذا قال: ما يسرنا، أي يفرحنا أنهم عندنا، يعني بقوا فلم يموتوا ويستشهدوا. نعم. صلى الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. في الحديث فضل من مات له ولد فاحتسب وصبر في ذلك، وقوله لم يبلغ الحنث أي لم يصل إلى سن البلوغ. وفي الحديث إشارة إلى أن أولاد أهل الإسلام يرجى لهم أن يكونوا من أهل الجنة، فإنه إذا كان آباؤهم قد أدخلوا الجنة بسببهم فهذا إشارة إلى أنهم معهم. وفي الحديث فضل خلق الرحمة خصوصا على الأبناء. نعم. صلى الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. في الحديث فضل من يموت له أولاد فيصبر ويحتسب لموتهم. وفي الحديث أن موت القرابة مصيبة يحسن بالإنسان أن يصبر عندها. وقوله إلا تحلة القسم، لعل المراد بذلك قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا،
ثم ننجي الذين اتقوا. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، جعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يحقن دماءهم، وأن يدر عليهم في أرزاقهم، وأن يجعلهم من المتمسكين بشرعه ودينه، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.